السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. صباحكم الصباحي والورد والملاحي، صباحكم صباحين، صباح من يد خلا ويا بلمع عجيل، وصباح الكحل في العيد. يلا بعد ما شيء بعد قاصر اليوم، كل شيء مرة زاهب. المراد البارحة ما شيء سنابات ولا شفناكم، ولا كان يوم بالنسبة لي أنا يوم ناقص، وتميت متردد اني اسوي مسجات على مسجات يسمونها سنابات. من الاساس الباح ما بكت اني يوم لا، لان الخميس والجمعه والسبت ثلاث ايام على تلا شرخ رمستن ما شاء الله في دبي تخلي لادمي اللي ما في عنده موضوع، ما عنده رمسه، ما عندك يستوي عنده طاقه وتي هاله من الراحة وهالة تنزل عليه مثل اللي تخلي الحصى ينطق. هاي انت يا دبي تنطق اللي ما ينطق. اللي صلاح ما شاء الله عليه أخوي كل أسبوع يحب دبي ودبي 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 ودبي، وأمس على أساس أنه بيصير دبي فقير. شو اللي خلاه ما يصير صلاح؟ الدريولة يتحمق، تم ياخذ دويات ويرقد. فالرقاد اترى قال بابا انا ما رمت اسير دبي، ما في اسير بصلاح، يجيني رقاد في الدرب والوشيات. المهم صلاح اسبوع هذا ما سار دبي، وانا ابوي كفيت ووفيت عن سيره صلاح في كل شيء. كان ثلاث ايام فنانه، ثلاث ايام زينات فنانات، سرت لمير وسرت دبي مول وسرت فندق أبصرت سكن في فندق أدرس داون تاون، وكان كل القصد من سكنة الفندق أني أروي الجماعة اللي ما يوه من جريب يشوفونه بالحلة الجديدة. يعني شرات الشيء الجديد، رغم أنه جديد هو، لكن تجدد وانفرش من يد ويديد وتعدل، وغدا تحفة يعني تزيغ ليه ما يزيغ عقل. دبي كلها جميلة، نسرت برها بحرها بلادنا كلها زين على زين، أمم معالي زين، يعني شيء لا صار ولا سوى، من فنادقها من أسواقها دسورها أمنها أمانها كل شيء فنان في بلادنا، من السلع ليل فجيرة برها وبحرها يزرها. كل ما في بلادنا شيء مميز في كل شيء. فكانت سيرتي هاي القصد أني أروي الحلة الجديدة لفندق أدرس داون تاون، شيء فخر وتحفة معمارية كان في خاطر. هو هواية دعيت العرب كلها بويت حضر وتشوف اللي أنا شفته. أنا شفت شيء ما شفته في أي فندق، ما شفته في أي فندق في الدنيا العودة، لا في شرق الأرض ولا مغربها. ما خليت دار ما جيت، ما خليت نوع من الفنادق ما جيت غير مثل هذا ما شفت. هي بلادنا نحن في كل شيء غير، نحن انيت خطوطها، أنتوا طالعوا الشوارع، أنتوا طالعوا شوارعنا كيف، وطالعوا شوارع البلادين اللي مغير، للبلادين اللي عندها التاريخ والبترول والخير والحضارة واللي من آلاف السنين عندهم التطور والاستغلال وما أدري شو، هذا كله عندهم من آلاف السنين ولين اليوم مكان كسر. ونحن تبارك الرحمن ما يخطف يوم ما ينزلن عشرات المشاريع التطويرية في بلادنا. وين يحصل هذا؟ نحن اللهم لك الحمد، الله موفجنا بحكاما حكموا وأنصفوا وراعوا ورافوا وبسطوا يد الكرم والسخاء والتسامح في كل وقت وكل زمان. فلذلك الحمد لله رب العالمين، عايشين بخير وسهالة وأمن وأمان، ما نشكو من باس، نسير على بعضنا بعض من كل إمارة وكل فريج وكل منطقة، اليار لليار والصاحب والصديج، ما شيء بينهم وبينهم بويضغين ولا بغضاء.
هذا منه يحلف براس الثاني ونتواخذ بعضنا ما بعض. ما شيء لا عنصري لا أسبتي، البلاد بخير، البلاد بخير، واسمها بلد التسامح، وبتمدبت حياتها بلاد التسامح ويا الناس كلها. نعم يبقى لها حمد شكر. شيرة الرنقون المتسلقة اللي هي هذه، هاي تسموها شيرة الرنقون، ورد متسلق وريحة خنينة. تغدي ريحته وايد أخن الفير، الفجر والمساء، الصبح والمساء، ريحة قوة العطرية لأي شيرة تكون الصبح والمساء. هاي الشيرة كانت تعبانة زيادة على اللزوم، كلمنا حمد البيرق الله يحفظه من القيوين، شو قال؟ قال أبو محمد عليك بشيء اسمه شاي البتمس. سألنا يا حمد شو شاي البتمس؟ قال أبوي تبيوني السماد العضوي المعالج، السماد هذا، السماد اللي يبيعونه بيواني، وتخمره في درام لمدة يوم ولا يومين، وعقب أبوي تحوثه وتخليه لين يركد، من يركد تصفون تشلون الماء من فوق وتخلون الحثالة تحت راكده، وتسجون منه أي شير تتريون من وراه ناتج ورد، وبالأخص الرنقون والياسمين المتسلق اللي هو أي شيرة، شيرة ورد متسلقة. ومن عطيناها ما شاء الله تبارك الرحمن برعمت كل جديد بديد، جديد بديد، جديد بيديد، من عطيناها وهي ما شاء الله هيلة بيس غل ورق جديد بيديد. وقبل كانت في حالة سكون من سنتين، وهي الثالثة متعبرين منها سمادها وعزرايينها وطحنة الزمان، يا غير ما تفكرت في الموضوع إلا أمس يوم كنت أصور وهو كان يتابع هنا، قال لي أبو محمد هذه لازم تعطيها شاي البتمس. من سوينا لها الخلطة كان هو دواها وكان من الله شفاها، والحمد لله رب العالمين غلت وانتجت، وكل شيء ترى يباله سبب. المرأة ما علينا أبوي، إن شاء الله بنرب سوي الأمور وايدة اليوم، والأحداث أكثر والسير والجيه إن شاء الله ما بتوجف، وشي سيرات وييات وبنسولف وياكم خلاف. أنا أرباب صباح الخير. How are you مستر صلاح؟ وين؟ أبي شو يا عزيز؟ شو صلاح؟ الدوم. أنا؟ أبيض مثلك أنت. ها أنا ما أبيض، أسود. أبيض. ما تعرف الأبيض من الأسود صلاح؟ كيف يعني؟ في إنسان ما يعرف الأبيض من الأسود؟ Good morning. يلا تعال عادة، يلا تعال وين حبيت، تعال خلي الليت، خلي الليت يا ربي، خلي الليت أول صلاح. ليش بنت الليت؟ ليش بنت الليت؟ بس اصبر 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 حتى اروح راسي دار. صبر. وين الحبه؟ لا ما لما عنبه هالمتن. اصبر مزرت اذني. Good morning يا مستر صلاح، how are you؟ تمام عليكم السلام، صباح الخير. يلا تعال كعا هدوا المسلسل، هدوا تراه وياكم، هدوا ياكل عشاكم، هدوا دو المسلسل، هدوا. شامبي good morning. ها اشوف راب تسوي فوق تحت. ها شو يوم اقولكم، ها هذا ابوي الماء مال السماد، الماء السماد العادي، السماد العادي هذا المعالج، المعالج هاللي يشترون اليوني ب15 ما ادري ب10، يحطون ابوي في درام. يلا اشتغل عاد اشتغل اشتغل. يحطون ابوي في درام ويخلون ابوي يوم كامل، نشوا نهار ثاني وتموا يسجوبه بس خلاص. عاد انت كويد لازم تحرج، لازم مال مولي هو بس خلاص بس. يالله 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 وش قال يجلب الارض، جلبها ابوي فوق تحت. وها نايلون هناك، بلاك ما ظهرت النايلون. إيه سوي كان العمات الحين. أيوه شكرا شكرا يا شامبي، يا شامبي يا أبو المارك شلك راح يا شامبي يا أبو المارك.
Good morning, ladies and gentlemen. Ha, how are you? ها شو اخبار؟ كل شيء زين؟ شو سويت اليوم؟ شو ما سويته؟ ها مرسلين؟ السلام عليكم. بنيامين. السلام عليكم. عليكم السلام، شو اخبار؟ اي شو اخبارك؟ نمبر 1؟ كل شيء الحين تعرف؟ نمبر كل شيء؟ محلة كم نمونة يعرف؟ محلة. واحد نمونة محلة ولا نمونتين؟ ها ابوي طبل غادي. ناس طيبين من دبي جاي من آخر الدنيا. حجل اسمهن حجل ما أدري فزن اشتراني بهن واحد من الاثنين كان حجل. عليكم السلام، how are you؟ شو هذا؟ حق منو؟ زي ستاف غرب الله تهل ستاف هادي شو ها؟ How are you؟ ها مدام بطة برد خارج ليس داخل. يا سلام على السيلفر، يا سلام على السيلفر. هي الله يحفظكم. أحيانا أظن من سنتين معرض مستوي ما أدري شو سارت أبو محمد وخذت على 17 70 درهم الوحدة. والله ولا أول أصوف العام أخوذه عام الأول خذت انت عام الاول خذت انت لا يشتا وشتيت بهن والعام والله ولا عولا اغسل والبس وغلاب واستعملها ها شو مينون هذا فوق مينون نو وايد منو محسن نو ما تهل الكهف نسوي بعد بيموت على الرقاد يا صلاح هذا سرت اليوم ويني خلف تحيا من عندكم خلف انا ابو من الفير صاير لهم لا ها عادي عادي وعين لو رقود لا بابا رقود لو وعين لا صاحي صاحي صلاح بلاك ما تقول واعي ليه تقول صاحي ابو حد الدواء تقهويت انت ما ايه قهوتهم زينه 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 زين ما شيء تريكت شيء كلت ولا ما كلت شيء لا صلاح قلت ترياني انا ايه؟ نزيل شو قلت لهم يسوون لك ما أعرف شو قلت لهم شو قلت لهم تباريو ما قلت لهم لا نسي صلاح شو تقولها ما أعرف لا أنت شو قلت لها توك البيت لا شو قلت لها مثل منو بابا خارج شيبه أنا ما شيبه أنت روحك بابا أنت بكبرك بابا يا شيبه إيه ها بابا انا بيبي انا ولدك انت ولدك اي خرطي انت خرطي اخ عليك يا صلاح من الحناية شو اخبار دواركا she's okay she's coming on fourth after 2 weeks yes الله كريم ولا ويمس هر والله والله اي والله سافر الحمام انا بعديش خمس دقايق صراحه انت ليش بلا ما يكون تريا قبل اول ما انت ما اعرف ما ليش ما تدق لي تليفون انت قريب قريب كيف يعني قريب اتصل لك محسن لا امس لا انا قريب ابو قريب يقول كنت قريب ولا بتصل لك ما قريب ولا اتصل ما اعطاك 20 كم كم من يوم عطنك 40 لا انا صلحت له التليفون صلاح اعطيت انت بيزاف من كم من يوم وين امس 40 ما الحين شو تبى منه احنا بعيد بقى لها اسبوع انت لسه فاكر لا صلحت التليفون اول امبارح ما في صلاح يقول لك الباب خربان
باب البيت هالريموت كنترول ماله ما بيسكر السلايدنج هذا؟ ايوه لانه لقيت مفتوح. اي والله ليش بسوي؟ تحط عليه كرسي. صلاح بس عاده؟ اسمعك انا بكبري عندك؟ انا عندك الحين ما بتسولف وياي انا لايف على الهواء. ها ريال الحين جاي لنا. صلاح سلمت على منهل؟ اجيت لهني. ليش ما نشيت؟ ليش ما نشيت تسلم عليه يعني؟ ما رفع راسه عندي ابدا لاني سوريا. ادري. صلاح رباب عود. منهل. فهمت. يميع المسجات يجون يبون رقم نبغي رقم تليفون خبير السناب. ما بس اسجل ولا بتكلم انا ابو محمد. ليش؟ ليش يعني تفتح هاي وتجي تسالني بالاول؟ لا حين انا سالتك اقدر اجاوب علي انا؟ لا لازم تجاوب. اللي عنده مشكله نحله اياها، اللي عنده مشكله بس. انزين. اما شيء ثاني بقدر. ليش؟ لا ما في وقت خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه حالتك. هذه مشكله كبيره، مشكله كبيره يعني. كيف يعني ابو ابراهيم الله يهديك يعني؟ الحين يوم حد محتاج لك في شيء ولا شياته. ما اللي عنده مشكله اوكي بس يعني اشياء عاديه اكيد لا. تفتح المجال للناس العاديين. لا يعني انت يعني مثلا ما حد شوف نوع الناس شوف اقول لك اي حد ما شيء مشكله زين شوي شوي حد شوي شوي لا لانه جيت ذاك تقلب الامور لا شوف يعني بما معناه ان هذا دكتور لجراحه القلب ما بدكتور عام اللي عنده شيء مشكله كبيره في السناب يكلمه او في التليفونات اللي عنده مشكله بسيطه يروح حق مال كشفية العامة هذا أخصائي قلب والصمامات الأذين الأيمن والأذين الأبطر ما يسمونها هذا أبوي اختصاصه. أيوة تشبيه بليغ والله. إيه والله فأبوي اللي يبى ما شاء الله الشباب ما شيء كذا رهم من كل البلاد لكن اللي يبى شيء يعني وايد كبير شيء مثل دكتور مجدي يعقوب هذا أبوي في السناب مثل الدكتور مجدي يعقوب ما شاء الله أخصائي زراعة قلب. أقولكم لو تدرون الحين بصير هناك بخبركم عن السالفة. هي والله هاي السالفة أمس استوت في لندن في سيلفرج ما بجيت إلا أفكار ذكرت سالفة سنة تظني في التسعينات كانت حياة الماية ما بصاحية وكنا كانت مرقدة في مستشفى كرومويل وكنا ساكنين في دادلي كورت هاي البناية الحمراء اللي مشاهده مستشفى كرومل بناية الحمراء يسمونها الأول أنزي أمس خطفت عدالها وصورتها لكم المراد كل يوم نتيمع ونسير شبربوش ما نسير لا يمين ولا يسار نسير شبربوش الضحى العالي نتمشى نعين الله خير ويوم سلفرج يوم هرز ويوم شرق ويوم غرب ويوم يعني لكن أغلب الأوقات أغلب أوقاتنا نسير نسير شبربوش المراد ما بهذا موضوعنا موضوعنا الله يحفظكم شيء واحد من الشباب يمكن عمره 17 16 سنة هو يمه مكملين مدة طويلة في نشوفهم على كل ما نسير نلقطهم قدامنا كل ما نسير لندن نلقطهم قدامنا سنين الله فكل ما أقول تعال تسير ويانا المكان الفلاني لا 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 ما يطيع طول هالسنين يوم عدى هاك اليوم سار ويانا شبر أمه رمست أمه قالت ما علي خلوا يصير وياكم سار ويانا شبربوش فجأة عند بليب في مخباه فجأة رن بليب واختفى هو وما شفته من هاي السنين من التسعينات سبحان الله أمس جيت ريال بن عمه أو أخوه قال لي ابو محمد هل كيت السالفة تذكر هاي السالفة قلت اذكر هالسالفة يا غير مبلغ طلها جواب لين اليوم من سنة 90 لين اليوم ليش اختفى الرجال لا شفته لا هو ولا امه من هاج اللحظة سنين نحن نشوفه في هاك المكان سبحان الله يعني طول هاك الوقت ما استوى له لازم قال الرجال هذا الولد وياكم الوقت اللي كان عندك لقطوله متبرع بالقلب
كان سنين يتريق دكتور مجدي يعقوب، الحين تذكرت السالفة. ورن لبليب ان القطول حد متوفي سريريا ودمه يوالم هذا الولد. الولد هذا الله يحفظه من البلاد هاي الفلانية، هاي العرب اللي هنيها عالينا. نزيل الجيت امسات عاد خبروني قالوا حليلي تخبر عنك ولا لا لا لا، قلت بلقوه السلام وردوا عليه السلام وقولوا له الف لا باس عليك، لكن الحمد لله. شوفوا يعني من متى ضايع عني الخبر هذا؟ من سنة 90 ولقط همس في سلفرج الجواب لا اله الا الله. ترى هالدهر كله كان يتريى حد متبرع قلب، وعاش هالسنين كلها يتريى متبرع للقلب. وسبحان الله القطول متبرع للقلب وعاش لين امس هناك يوم نحن هناك. اقولهم اي ليش جاي حينه؟ قال جاي طلع عنده مرض الخبيث. لا اله الا الله. شوف بني ادم اجله، شوف كيف البني ادم، لكن الحمد لله تحت العلاج يعني، يعني سووا له زراعه قلب، ويوم الله رايد له الانسان بعد عاهه ثاني ولا عوق ثاني كله عند الله سبحانه وتعالى. وبعد علاج موجود والطب متطور والدنيا الحمد لله بخير. وقالوا لي انه في شقه ويسلم عليك ويتابعك هو ياهله. وانا من هالمكان اتبلقه السلام والتحيه، وان شاء الله الف لا باس عليك، الله نجاك بزراعه القلب، وان شاء الله الله بينجيك من هالعوق الخبيث، والف لا باس عليك انت وغيرك، وي الله يعافي كل مريض. بس برايكم الحين منو من هالليوه؟ كلهم كلكم الليوه؟ وينكم في الليوه؟ مزير عساكم. مزير ما شاء الله. اول بادي شو اساميكم؟ خلاني من الساعة حيب لكم الطاري مال الرجال الفقير اللي يشد مسوي عملية زراعة قلب، انه يعني بما معناه ان الحي يعود، يغير اللي ساكن تحت اللحود عمره ما يعود. يعني سبحان الله الحي يعود يغير اللي ساكن تحت اللحود، وين بيعود؟ خلاص صار يعني عقب مرور يمكن اظني 30 سنة كانهن، كان عمره سبع اكيد احي 47 كان له 50 عمره، اي والله ما اتذكر كم بيصير عمره، والله الحسبه عاده عندكم. فوالله اني فرحت ان حي يعني، فقدت يعني ما اديبه وين صار، اختفى عنا فجاه، نتمشى واختفى شيء رن في صدره بليب. اكو في خاطري هذا البليب هالوليد صغيروني شو يبا معلجني في صدره وين ما يصير، ولا عرفت عن الموضوع الا امسات. سبحانك يا رب. تخيلوا يا ما تخيل نسيت اسمه، ما عرف شو اسمه هنا. لو عرف اسم ترى نحن سعيدين الله يحفظكم. انا ابو ابراهيم الجوازات الاتحاديه، عندنا شغل اللي في شارع مصفح، عندنا شغل اوراق معامله بس ان شاء الله اخلصها ونروح دبي. انت دبي ليش؟ احلف قول والله. والله والله الله كنت بنسير دبي. صدق ولا ابو ابراهيم؟ يس. بتاكد برد عليكم خبر. انزين الله يحفظكم، على اساس انه تو خبرني منها لانه يا اتصال من دبي يبونا في شغل وايد فنان مع كمبنيه من الكمبنيه. عقب اتضح ان الكمبنيه اعطيناهم شور، قال ابوي نحن في كلا الحالتين جايين اليوم ولا ابو ظبي ولا بكره، شو رايكم نتقهوى عندكم؟ قلنا لهم والله بركم ساعه وبيون اذا انه اتيحت الفرصه انه يستوي تصوير زين على زين، وما اتيحت الفرصه فما باليد حيله. هذا اولا، وثانيا شيء عرس في دبي، زواج، حفل استقبال عند الحباتره الاسبوع الجاي، شيء حفل استقبال عند الحباترة، ويانا الداعي، وصل الداعي أولت البارحة والبارحة يدعي وديتين، وإن شاء الله بنرمس عن عرس الحباترة بنخبركم. فبنرمس بكل ما يخص عرس قوم الحبتور إن شاء الله اليوم إلا بكرة، لأن عرسهم أسبوع الجاي يوم الثلاثاء، عن موقع العرس وشو تجهيزاتهم وشو مسوين وشو من النواتك. عادة قوم الحبتور ما يستوي شيء
عندهم عادي، لازم شيء ناتج. فالناتج هذا نحن لازم بنعرف شو وبنض. وأنا متوقع وعارف إنه بيستوي شيء ما تستوى، يا غير نخليه مفاجأة. لكن أنا أقبل ما أكون متفاجئ بعد، لا الشيء الفجأة ما تكون بعد لي أنا، يكون أنا مهدي لي الدرب، عارف شو الهست وخلاف. خلي المفاجأة للعرب اللي من غير، يكون ما تجيني الخبر فجأة، لازم أطالع العلم والخبر وخلاف. لا عجيب، بنرويكم ترتيبهم وطريقة علمهم وخبرهم. بعد ناس فنانين ما شاء الله عليهم. أقولكم أنا جريبة أوصل جوازات الاتحادية إن شاء الله مصفح، عندي شغل صاير أخلص أوراق إذا الله راد. فعندي موضوع وايد مهم ضروري أرمس وياكم أنا أول ما أظهر شيء حدث مستوي في دولة الإمارات، أولا في دولة الإمارات، وثانيا بما يختص شباب الدولة. مسوين شيء فخر ومفخرة ويثلت صدر كل إنسان محب لهالدولة، ناهيك عن الناس اللي انتمائهم منها وعايشين من عايشين فيها وعلى أرضها وينتمون إلى هالأرض. الانتماء روحه يخليك تعيش في سعادة، وسعادة غامرة، سعادة غامرة إنك أنت تعرف إن حد من بلادك مسوي هالشيء. هذا شيء وايد كبير. إن شاء الله من أظهر من جوازات بعد لكم السالفة. مثل ما قلت لكم إني أنا عندي معاملة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، جينا ووصلنا قالوا إن أبوي معاملتكم لازم تتوقع من سعادة العميل سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة. قلنا إن شاء الله، سرنا جدا مكتب سعادة العميد، ترينا يمكن 3 دقائق لو 5 دقائق عند مدير المكتب سعادة العميد، ودخلنا عند سعادة العميد، استقبلنا بحفاوة وتقدير وسلمنا عليه وتحفيناه وتحفانا وشكرناه على إنجاز معاملتنا اللي هي تأخذ وقت، لكن جزاه الله خير تيمل وما قصر. وأنا ظاهر أشوف شيء على مكتبه، على المكتب اللي عدا المكتب، فاستأذنت من أقول أطلع هذا. قال لي هنا ما شيء مشكلة. يوم طلعت ولا شيء جميل يثلج الصدر، استأذنته قلت ساعتك ممكن أني أخذ الشيء هذا أتصوره أو أخبر العالم شو هذا اللي أنت خبرتني عنه. قال لي ما شيء مشكلة، شيء طبيعي ما قدرت أسير ولا أشبر قبل ما أصور لكم الجائزة وأعطيكم نبذة عن هذه الجائزة ومن وين وين مصدرها ولمنو وشو سببها. جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، لو ما كانوا متميزين ما أعطوهم الجائزة. الشيخ محمد بن راشد جوائز الحكومة المتميزة ما يعطيها إلا للجهات المتميزة، سواء أفراد أو دوائر أو اللي هو. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاصلة على 3 جوائز في الدورة الخامسة، 3 جوائز من جوائز محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. الجائزة الأولى هي بأنها خذت المركز الأول في كأفضل جهة حكومية لتقديم الخدمات، والجائزة الثانية أفضل جهة في تصنيف مراكز الخدمة. هاي جائزتين حصلوا عليهم في آن واحد. الجائزة الثالثة أفضل خدمة مشتركة في مبروك ماياك. هالجوائز كلها الشيوخ الله يحفظهم، الزعامة، الرئاسة، حكومتنا الرشيدة، الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه يطلق هالجوائز والمسميات بين فترة والثانية تشجيعا وعرفانا من القيادة بالدوائر الحكومية والناس المتميزين، لأن دولتنا حكومتنا الله يحفظها تحب الأداء المتميز في كل شيء، في كل أداء، في كل قطاع، في القطاعات الخاصة، في الحكومية، في الخدمية، لازم يكون أداء متميز. إذا يبون جوائز متميزة، إذا يبون دروع، إذا يبون اعتراف من الحكومة بالتميز، تميز الدوائر هالخدمية، كيف تحصلين تقدير وانتي الدائرة ما سويتي شيء؟ لازم بتحصلين شيء مميز.
كيف ما بتحصلين الدوائر شيء مميز والاعتراف من أولي الأمر، اعتراف أولي الأمر بتميزكم هذا شيء جميل، وتقديرهم تقديرهم للتميز هذا روحه شيء يثلج الصدر ويفرح كل القائمين وكل الموظفين ويخليهم يجتهدون أكثر وأكثر، لأن هذا شيء أنك ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تتوقعون أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز رح توصل لأي جهة معينة خدمية أو شخصية أو شركة خاصة، ما رح توصل إذا ما كانت مستحقة لهذا لهذه الجائزة، مستحيل، لأن الجائزة هاي لا تعطى إلا بعد دراسة حثيثة ومراجعة ملفات بالإنجاز والسرعة الإنجاز ودقة الإنجاز وإتقان الإنجاز. لذلك الجائزة هذه من الصعب أنها توصل لأي جهة غير مستحقة، فلذلك أي جهة يوصلها التكريم هذا وتوصلها جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ما توصل إلا للناس المميزين بالأداء والإتقان وسرعة الإنجاز وراحة المتعاملين. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استحقوا هذه الجائزة الثمينة عن جدارة. لامست هذا الشيء بنفسي أنا وغيري، كل اللي موجودين أنجزت معاملاتهم أنا وغيري، ما حد ينتظر، ما حد تتعرقل أموره، ما في حد يصعبون له الأمور، كل إنسان معاملته كاملة يظهر راضي. ما تعد موظف يقول لك والله معاملك مش موجودة عندي، سر المكتب الفلاني، لا، إذا أنه ما نعدك بيوصلك لين المكتب الفلاني، بيقول لك المكتب الفلاني هذا بابه وبيوصي عليك بعد. هاي خدمة مميزة حتى لو ما تعرفه. هبل أنا وغيري يلمس هالأداء المميز من موظفينهم. بيني وبينكم أنا لو ما رمست هالرمسة ما بروم، حتى ما بقيل ولا إن شكرتم لأزيدنكم. الآدمي لازم إن شاف عدل وشاف شيء زين يثني عليه. أنت محاسب أي إنسان يشوف شيء جميل وشيء زين ما يثني عليه وما يشكر، هذا إنسان مش طبيعي. مش طبيعي الإنسان اللي ما يشكر للتميز، ما يشكر للشيء الزين، ما عنده تقييم للشيء الإيجابي، الشيء اللي مفرح عوائل وبيوت وناس أمة لا إله إلا الله. جزاهم الله كل خير، جزاهم الله الجنة القائمين على هالعمل الكبير. خلصنا من شغلنا في الجوازات، الله يحفظكم. جينا بيت مسعود وأدينا واجب العزاء، والله يغفر لبنيتهم ويصبرهم على فراقها ويخلف عليهم إن شاء الله بالخلف الصالح في جنة الخلد إن شاء الله. كلنا انت خطرف على هالشارع ساير ياي في نص العاصمة أبوظبي، ونخطف على هالموقع اللي تشوفونه، يا غير قليل قلة من الناس تعرف شو هذا المكان وشو سر حب الناس له. المكان هذا قاعة أو أرض الأفراح أو أرض المناسبات السعيدة. الأرض هاي أرض الاحتفالات من متى؟ أكثر من 30 سنة. الأرض هذه مطلقين عليها اسم أرض الاحتفالات، كانت وما زالت. فالناس ساير ياي خري مري، لكن ما حد يعرف ليش الناس تحب هالمكان الجميل. هذا المكان شهد زواج الشيخ محمد بن زايد، يعلى الله يحفظه ويطول بعمره، في زواجه على الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد أم خالد، الله يطول بعمرها. فكان زواج تقليدي مميز، المكسار واليويل والصدع ود، ما شاء الله شيء جميل، كان شيء جميل مميز، يعني شو بقولكم، شيء احتفال ما كان قبله احتفال ولا بعده استوى احتفال يعني بهالكمية وهالزخم من البشر ليت أمة لا إله إلا الله. فكانت
مناسبة فرحة وطن، يومها مناسبة فرحة وطن، وبعدها وكان كل الاحتفالات اللي حضرت اللي حصلت في هالأرض الاحتفالات يحضرها حياة شيخ زايد. هاي تشوفون الأرض هاي المدورة دور مدارها ميدورة كلها حاضر الاحتفالات فيها الشيخ زايد عليه الجنة. أول بادي عرس الشيخ محمد، ومن ثم عرس الشيخ حمدان والشيخ هزة وعيال الشيوخ كلهم هني استوت على راسهم عيال زايد الله يحفظ مطول بعمارهم، والشيخ اليازي بتزايد والشيخ شمة بتزايد كلها استوت لعراس هني. وكان عرس الأعراس أغلبية أعراس تقليدية مكسار وعيال وحربية، يعني شيء جميل كان من الأعراس اللي ما تنسى طول العمر، كانت أعراس مميزة وجميلة وكلها العالم حضرت. تمرين من التمارين الصعبة مال الريول هذا أنا مسمينه هتي هتي يدادا، هتي هتي يدادا، هتي 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 يدادا، سي الله على ابليس. اللي تخبرون على شاي البتموس اللي هو السماد، كل مرة بقول بخبركم شو سالفته. شاي البتموس اللي هو عبارة عن السماد، السماد العادي هذا اللي يبونه من برا، اللي يبونه من اللي يكون معالج حراري، يتودن بدرام 200 لتر يعقون فيه تقريبا 10-15 أو 20 كيلو، يصبون عليه ماء خلاف عقب يصفون يخلون السماد تحت يريونه ودي وديتين لين يركض، يشلون ماء ويسقون بالزراعة. هاي يسمونه شاي البتموس، هذا زين لكل شيء. أنا الأول استعمله بس حق الأزهار والورود، الحين حتى حق الزراعة الكبار كل بين يومين ثلاثة خليت يصب على يعني خلي درام حق أربع شيرات، عقبها بأسبوعين ثلاثة درام حق أربع شيرات من غير، كل أربع خمسة أيام مسوي دورة للباج الشير، فتستفيد من الزراعة كلها، وشيء مش مكلف وزين وسماد بيور، يعني على طول بيس معروف ان السماد العادي ياخذ بين شهر وشهرين لين يتحلل، هذا انت محلل انه وزاهب سيدي بتستفيد من الشيرة، بتشرب منه بتغلي بخير وسهالة. يعني اللي يسألون هل ان اللي بكل الشير، اكيد كل شيء فيه فايدة، اللي ينفع الوردة ينفع العود ينفع الخلا ينفع العود ينفع الصغيرة ينفع الشير كامل، لكن بالاخص اللي لان عبالته وايدة هذا، واللي يبقى حق الشير المزهر المتسلق الورود المتسلقة يزجها من هذا، تتقوى وتغدي اوراق هيانة ورقة عود وتغدي ريحته اخن واقوى وارتب واسرع في النمو، وتعطي عنصر خضري قوي. جزاكم الله بالخير. لحفين هالمتوات فقارة عن البرد، عن البرد، عن البرد. انت ايش بنسوي؟ ايش بنسوي بكل؟ بس تم من هالنمونة. حتى العود هذا، العود هذا هذا كبيرهم على، ها شوف وين وايج. قرب الله تك يا انت، كرهت يا المكروه. والله العظيم ان البغادرة في الدنيا كلها في هذي تشوفونه. وغد وزاقنا بوت. الحمد لله الأمور طيبة، زراعة بخير، وأنا السنة كل سنة أصور لكم الزخمية لين حين ما صورتها، عندنا نبجة زخمية ما شاء الله الهمبة توا بادي، توا بادي، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن ما شاء الله. هتبشر إن شاء الله سنة خير، سنة خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. هاي الزخمية، هاي الزخمية المبروكة اللي بلية صلان، شوفوا هاي اللي تشوفون كله ترى بلية صلان. أيوة البالغ بس، ها هذا يوم يقول لك حامض حلو ناكله البالغ ويسلينا، يلا انقفض يا المنهج انت المهتر. هشوف ييب ييب ما شاء الله. هذا زخمي، هاي يسمون عاد النوعية بخد وخد، الله يحفظكم، يسمونه بخد وخد، طرف حمر وطرف الخضر العادي، هذا هاي سمو بخد وخد، هذا ميوب لنا الله يحفظكم من تاروت من السعودية، من متى يمكن أظن من 8 سنين، كان ثلاث
وعقيت هنتين وخليت وحدة. هاي الزخمية الله يحفظكم، ليش اسمها زخمية؟ شو السبب؟ هذه غير عن أي سدرة في الدنيا العودة. السدرة هاي الله يحفظكم بلية صلام، حد يسمي سدر، حد نبج، حد كنار، كلن بلغوة المراد. السدر أنواع، الأول السدر شيء السدر العادي العربي، وعقب الهندي والباكستاني مليون نوع والصيني. هذا النوع السدر كان متواجد في الإمارات من استوت الدنيا، يسمونه زخمي. الزخمي يفرق بينه وبين أي سدر. هذا مثلا السدر، هاي السدر ميوبة من السعودية، من منطقة اسمها تاروت، من 10 سنين نحن نزارها في البيت. تمتاز هالسدرة أن يسمونها مخد وخد، طرف أخضر وطرف أحمر. وهاي السدرة اللي يميزها النبجة انها بلية طعام ما فيها صلامة. هل الكويت والبحرين يسمونها عنقيشة، بلية عنقيش، وطعمها حلو ومميز. هذه ممكن خد وخد، خد حمر وخد أبيض، موجودة حاليا. أول أن النوادر تكون موجودة عند حد، الحين الحمد لله السوق كل شيء فيه ما شاء الله. جريب يدنا المغرب، جريب يد ما شيء باجي. لا خلينا من شيء الكريم، لا خلينا من أسلم عليها على كل ما تخلى. مساك الله بالخير الغالية، مساك الله بالخير، مساك الله بالخير يا الكريم يا الودية، يا الكريم يا الصخية، يا الكريم يا الزين يا المبروكة يا اللي ما شيء شراتك. يا الله يا رب تطرح البركة في شيراتي، في حلالي، في عيالي، في ما رزقتني والمسلمين أجمعين. والله إنها مبروكة. خواتها كلهن قالن جيج، لحن ما فينا على الحمال ولا فينا على الربع. تبى أبوي مختنا العودة هذه موجودة، هي بتعطيك اللي تبى. يا غير نحن أبوي جيج، نحن بس علينا موسم واحد ما شاء الله تبارك الرحمن، قيض وشتاء ما توني. اللهم صلي على كامل النور. مال الهند مكود هذو، ها مال باكستان ومال الهند مكود، ما شيء كثرة، لكن عاد العين ترغب فيها. كل بلية طعام، اللي بلية طعام، اللي بلية صلام، هذاكي غير نمونة ما شاء الله تبارك الرحمن. لكم عجبه، عجبه شو ما شاء الله. هل تشوفونها؟ ترى ما بصلامه، لا هاي روحها هالنمونه، هاي روحها يعني. شوف شرات 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 الورقه والحين هالنمونه، بس الاسم هي مبونها شي هالنمونه. كالعادة حين عادة عقب صلاة المغرب نوري الضوء ونجلس في هالمكان الفنان اللي يسوى نوم العيد. أنا الأخ محسن ونجلس نسوله ونرمس، إلا هاليون ويسيرون الفروخ يسيرون ويونهم سالمين، وأنا ميلس عادة حين أتريى الخبير أجيني. عندنا رمسة شويون صغيرون بنسولف وياه بخصوص سيرة دبي، عندنا إن شاء الله سيرة دبي، عندنا شغيلات شرق وغرب، بكرة بعد عندنا زيارة ما يندرى وين، العلم عند الله. ترى هو حين اللي يرتب واللي ينسق ومواعيد والأشياء عندي يعني، لأنه هو يرتب الشيء. الأول أنا زرع الله وعلى الله، واعد 10، واعد 10 من اليماميل يلا تصوالك على يمال، 10 مواعيد يلا أصفى على موعد واحد. الحين الحمد لله هالرجال جزاه الله خير، أبو إبراهيم رتب تيم، رتب كل شيء مكتب لنا، فلذلك نصير كل مكان شيء بسيط والحمد لله الأمور متيسرة والأمور طيبة. قبل شو ما صورت السدرة هذه، والله يا أبوكم مسوين كابتشر على وجهي يوم قزي ممزور نبج وحواي طيبها الجروبات كلها. ما أدري منو هذا المتفيج لين هالكثر متوحين، إلا أنا ما ناكل شيء صوروا، ما نرمس شيء سووا فيديو صغيروني وركبوا القال على القير وحطوا الفص الخاتم، حطوا الفص الخاتم وداروبة عند أكبر الصاغة. يعني هاي حالة وياهم، هاي مصيبة والله. عبدروا العالم كلها متوحيني أنا توحي، لو بسوي أدنى تدور. ركبوا فبركة يعني ركبوا شيء حطوا شيء، أمور أمور لم ينزل بها الله من سلطان.
Etihad is setting an example for the region. I mean, what's really fantastic about this is that they had the foresight to begin this project years ago, and that's what we're doing here. We're proving out that it was just an idea several years ago is actually practical. The seawater, energy, and agricultural system works. الفيديو اللي توني نزلته لكم هذا كان في تاريخ 15/1، كانت أول رحلة بين أبوظبي وأمستردام على متن طيران الاتحاد، وهذه أول رحلة في العالم أو الوحيدة من نوعها اللي يكون تشغيلها بالوقود الحيوي في العالم، الوقود المستخرج من النباتات المزروعة في المياه المالحة. فهذا النوع من الوقود هو اسمه الوقود الحيوي المستدام، يستخرج من زيوت الأشجار المزروعة داخل المياه المالحة، يعني البحر، زارعين أشجار داخل البحر في المياه المالحة، وهذه الأشجار يستخرجون منها بديل البترول اللي للطائرات، اللي هو يسمى الوقود المستدام صديق البيئة. تمت زراعة هاي النباتات في وين؟ في منشأة النظام المتكامل للطاقة والزراعة في مياه البحر. مشروع هذا ممتد على مساحة هكتارين من مدينة مصدر في العاصمة الحبيبة أبوظبي. هذا المشروع هي نتيجة شراكة في اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة. الاتحاد هذا عبارة عن شو؟ منو هم هايل؟ بقراهن لكم: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والاتحاد للطيران، وبوينغ، وأدنك للتكرير، وسافران، وجي إي، وباور ريسورسز. يعتبر نظام الطاقة والزراعة في مياه البحر، وهو أول نظام في العالم يقام على أرض صحراوية لإنتاج الوقود والغذاء في المياه المالحة، يعني أول مرة يستوي في العالم. هذا روحه إنجاز هام وما كان استوى، وإنتاج مشرف يا باكورة اجتهاد وجد واجتهاد من مجموعة شراكات حطيناكم أساميهم، يعلى الله إن شاء الله يبارك فيهم ويبارك بكل إنسان يتمنى الخير لهالبلد ويدعم المشاريع النظيفة والصديقة للبيئة. شكرا لطيران الاتحاد على هالإنجاز المميز، على هالإنجاز العظيم. شكرا طيران الاتحاد. دكتور شريف مطر مسوي عروض من تاريخ 20 لتاريخ 27 من الشهر هذا اللي علينا، عروض مميزة وايد فنانة. دكتور شريف مطر اللي بين الجسرين عيادة التجميل، الفنانة اللي ماشي شراته. دكتورة مها حسين انضمت لعيادة الدكتور شريف مطر، أخصائية جلدية وتجميل. دكتورة هاي ممتازة وجيدة، وياسين يتريونها من زمان ويحايلونها انها تضم وياهم، والحمد لله الله سخرها، وحين غدت ابوي عيادتهم زينا على زين، يعني ركبوا الفص على الخاتم. ادري بعمري اني متاخر عن الجب، فان شو بسوي من اول يا محسن اصلا مب عن الجم على الجم، فكان شو بسوي؟ ما علي، مضطر اشغلني خبير، عندنا شوي رمس في شرق وغرب، كنا نتكلم عن موضوع حمال، موضوع كان مهم تكلمنا عنه، ضرورة ان الواحد يتكلم عنه يذكره لانه حدث مهم في بلادنا وشيء جميل وشيء ينفع اللي ما يعرفون عن الموضوع يعرفون عنه، والامور طيبه.